بصير نرحب باستديو بالاستاذ ماريو غريب مدير برنامج البيئه في اركونسيال. اهلا وسهلا فيكم، شكرا لحضورك ونهارك حلو يا رب. اليوم طبعا اركونسيال على موعد، اليوم بتعرفوا محطاتكم البيئيه كثيره وبتشتغلوا كثير على هذا الموضوع، واللي بيعرف اركونسيال عن قرب بيعرف قديش هي عند اهتمام باعاده التدوير، باهتمام بالبيئه. المشروع الجديد اللي اليوم عم تشتغلوا عليه شو هو؟ اليوم اخر مشروع عم نشتغل عليه هو اذا بدك نوع من التعاون ما بين جمعية أركونسيال وجمعية ليفلوف بيروت، يلي هن كانوا المبادرين لهيدي الفكرة وقدرنا نوسعها سوا، وتسمى المشروع بليفلوف ريسايكل، يلي هو عبارة عن تطبيق بيتم تنزيله على الهواتف الذكية وبيتم تسجيل اسمنا والعنوان تبعنا، ونحن بالوقت الحاضر عم نغطي بس منطقة بيروت كتقليع على هذا المشروع. بس شو الهدف منه؟ الهدف نزلت الابليكيشن، الهدف من هيدي الابلكيشن انه انت اذا حابب تساهم بتخفيف من كميه النفايات يلي للاسف عم تخلص بالبحر، نحن عم نشتغل مع ليفلوف بيروت للم النفايات القابله لاعاده التدوير، الورق، الكرتون، البلاستيك، الالومنيوم والحديد، واكيد الثياب المستعمله يلي ما لها مصير بقى بدل ما تنهدر. كمان الشباب من ليفلوف ريسايكل عم بيتنقلوا بدراجات على الكهرباء كمان للتخفيف من الاثر البيئي، من التلوث البيئي، بيتنقلوا على الكهرباء بدراجات ناريه على الكهرباء، وكل شخص في يعمل طلبيتين بالشهر، كل طلبيه بين الكيسين وثلاث اكياس، بيتجمعوا بمكان معين وبيتم نقلون لمركز فرز خاص بأركونسيال وين بتصير عملية الفرز السنوي. نعم، يعني نحن كمشاهدين اليوم فينا ننزل ابلكيشن، إذا كنا عم نحكي عن نطاق بيروت بس هلأ بالوقت الحاضر كمرحلة أولى بس بيروت. صح، نحن بننزل ابلكيشن وهي الابلكيشن بتخولنا انه يجوا ياخذوا من عنا النفايات على الطلب، يلي هي نفايات قابله لاعاده التدوير وبما فيها كمان الثياب. صحيح. نعم، طيب هذا الشيء قديش بده يخفف من، لانه يقال انه حسب ما الحلقات يلي عملناها مع البيئه انه 54 من نفاياتنا هي نفايات عضويه والباقي متبقى بيجي للكرتون للبلاستيك الى ما هنالك من يعني نفايات. قد ايه برايك انه رح بتكون سهله هذه العمليه لانه مش هالقد عندنا كميات هائله من النفايات؟ صحيح داني، يلي عم بيصير بالوقت الحاضر هو نجرب نخلي هالنبط بين الناس انه عم بيكون في بالقليله استيعاب لثقافه جديده بالنفايات، يلي هي التخفيف باول درجه تخفيف من انتاج النفايات، ثانيا التخفيف من الكميات يلي عم بيروحوا بطريقه عشوائيه او عم بينكبوا بالبحر. نعم. بهذه المطامير. صحيح انه في مشكله اساسيه يلي هي النفايات العضويه بلبنان. نعم. بس باخر النهار جمعيات مثل أركونسيال وغير مبادرات وغير جمعيات نطاقة جمعية، يعني هيدا الحل بده يوصل على صعيد وطني أكبر، على صعيد حل وطني شامل، استراتيجية شاملة لإدارة النفايات بلبنان، يلي نحن كأركونسيال عم نساهم ببلورة بعض الأمور يلي منشوفها أساسية ويلي هي الركيزة. طيب بهالمرحلة هذه اللي مرقنا فيها خلال هالثلاث سنين اللي مضيوا، يلي فيها أزمة النفايات كانت بأوجها، اليوم قديش أنتوا قدرتوا ساهمتوا بنصركم؟ لأنه اليوم بنشوف إنه الحكومة كمان كان يعني مفروض يكون في عندها من المجتمع المدني ناس يقدروا يساعدوها مثل أركونسيال اللي عندهم خبره كبيره بموضوع. صح. التدوير، بموضوع اعاده الفرز الى ما هنالك، قديش انتم قدرتوا ساهمتوا؟ قديش قدرتوا وصلتوا صوتكم؟ يعني نحن عم بحكيك على صعيد جمعيه أركونسيال، نحن حوالي بكل سنه نقدر نخفف من كميه النفايات اللي عم بتروح بطريقه عشوائيه بحوالي 2000 طن سنويا، وهي عم بحكيك بس كأركونسيال يلي هي جمعية منا مشغل يعني بآخر النهار. نحن الهدف من وراء كل هيدا المشروع انه نحفز الناس، لانه في مشكلة ثقة تنكون واضحين ما بين الناس وما بين كل شيء له علاقة بالدولة، وهيدا الشيء انعكس كمان بآخر انتخابات اللي صارت، فنحن تمام نخلي الناس تستسلم لهيدا الواقع. تستسلم بعدين بتحس الناس مثل ما بحب استعمل الكلمة بس مثل قرفانة. صحيح. يعني بتقول لك انه اشرح مليون بالمية انه هلا انا رح وقفت علي بدي افرز اما بدي افرز، بس تعرف الشغلة بتصير عادي، يعني احنا مثلا بالبيت هلا حاطين انه شنو هذا الكيس ايش بده، يعني ايش بده يطلع بالبيت كرتون وهيدا، بس بتقول مثل اليوم الصبح بمرقتنا بمنطقه جسر الباشا عند أركونسيال
حطينا اربع اكياس. صحيح. عرفت كيف؟ صحيح. انه ما بين كرتون وبلاستيك خلال هالثلاث اربع ايام يلي مرقوا. طيب اليوم حضرتكم قديش كان منيح لو البلديه تعاونت معكم بنطاق التوعيه؟ هلا ما لازم نكون ظالمين لانه البلديات يعطيها الف عافيه. كمان هون في عندك مشكله حوكمه اكثر ما هي مشكله بلديات، يعني وقتها انت البلديه كحكومه مركزيه او كنظام مركزي مش عم تعطيها كل الصلاحيات اللازمه لها من ماليه واداريه وحتى الاطار يلي بدها تشتغل فيه. يعني مثلا تعطيك مثل كثير بسيط، بيحكوا باللامركزية بإدارة النفايات وطبلوا لنا راسنا فيها على مدى هالثلاث سنين الأخيرة. طب هلا مركزية هي على أي نطاق قانوني بدها تنشغل فيها؟ يعني هي كل بلدية بدها تقدم خطة، مجموعة بلديات، اتحاد بلديات، محافظة كقضاء، كل هيدي الأمور بعدها منا كتير واضحة، وبالتالي مش عم بتخلي البلديات تقدر تاخد قرار بهيدا الشيء، ولا عم بيكون عندها الإمكانيات المادية لتقدر تفوت بهيدا المجال. صحيح انه باخر استراتيجيه من قبل وزاره البيئه اللي صدرت عطين مهله شهرين للبلديات ليطلعوا باستراتيجيه خاصه فيهم لاداره النفايات، والا بدهم يلتزموا بالخطه المركزيه اللي هي للاسف محرقه رح تكون من ضمن اطار بلديه بيروت. هذا بعده مثال او ناطرين الحكومه الجديده؟ اكيد ناطرين الحكومه الجديده، لانه الكل بده يتحمل المسؤوليه، مش رح تكون على ظهر فريق واحد، لانه بتعرف هيدي منا شغله سهله، وخاصه اذا نرجع ننظر لتاريخ الدولة اللبنانية كيف عم بتدير المشاريع الكبيرة من الكهرباء وغيرها. بتنقص، بتخاف انه حدا يقدر يستلم هيدا القطاع بمدى خطورته، بمعنى خاصة مش بس انه عم نحرق نفايات بمرحلة، بس الرواسب يلي بدها تطلع من هالحرق، الباتم اش والفلاي اش والفلاتير يلي ببلدان اوروبية وغربية بيستعملوا مناجم 700 متر تحت الارض لا يتلفوها. طب نحن وين عنا؟ ولا عنا مطامير مجهزة لاستقبال هذا النوع من النفايات، ولا عنا يمكن خاصة البلديات يمكن ما عندها الإمكانيات المالية لتقدر تصدر هيدي النفايات لبرا. ففي هيدا كل هيدي الأمور عم تقلقنا، عم تخلق هيدي الخشية عنا، خاصة أنه بالوقت الحاضر المشغل يلي مسؤول عن اللم بنطاق بلدية بيروت بعد ما اعتمد الفرز من المصدر، ولا عم بيصير في يمكن فرز لنفايات قابلة لإعادة التدوير من ضمن العقد يلي تعاقد فيه مع البلدية. ففي كتير أمور مش عم بتخلينا نرتاح لهيدا الصدد. صحيح في محارق، صحيح بلدان العالم عم تستعمل هيدا المحارق، بس في حقيقة جديدة بهيدا الموضوع ويلي الكل عم بيغض النظر عنها، إنه الكل عم بيتوجه للتخفيف من استعمال المحارق، مش كرامة البيئة ولا شيء، لأنه اقتصاديا بتكسر، لأنه تشغيل المحارق هو مكلف، وبالتالي كل مين ما عم بيحرق نفاياته بده يتكلف أكثر من أنه يكون عنده هالشان دو فالور يلي هي إعطاء قيمة للنفايات من خلال إعادة التدوير والتسبيخ النفايات العضوية. نعم، كمان نحن بهذا الموضوع البيئة اليوم في عنا رح نكون باتصال شوي تاني مع الدكتور علي درويش، عضو بالحركة مواطنون ومواطنات في دولة ورئيس جمعية الخط الأخضر، نحكي عن قصة كمان في قصة الشط، يعني بتعرف اليوم قشطة الصيفية والناس عم تفتش وين الشط العام، يعني ما في شط عام. وحتى انتبهت لشغل امبارح دكتورة أمل فريمل، الموجهة الأكبر تحية اللي دائما بتساعدنا بهيدا الموضوع، بتقول يعني أخذت عدة عينات من بعض المرشحين اللي كانوا انتخابات اللي أخذوا هالسلوغونات تبعولون ولحقوها بشط عام للجميع، يعني صار بدها شط عام وصار بدها ومن حق يكون عند شط عام وانسى انه عرفت كيف. بس للأسف الشطوط العامة هلا ما بقى تكفي، لأنه المي ملوثة لدرجة انه صارت تقريبا مستحيل. الظاهر انه في الظاهر كمان انه في شيء على المشاريع على الشط العام، مش هيك رح نعمل اتصال. صحيح. مع ما بعرف اذا المخرج الاتصال صار حاضر معنا، فاذا بنصبح بالخير دكتور علي درويش. الله معك دكتور، يعطيك العافيه. الله يعافيك، صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. برجع بذكر حضرتك عضو بحركه مواطنون ومواطنات في دوله وايضا رئيس جمعيه الخط الاخضر. اليوم كنا عم نحكي قبل شوي عن موضوع النفايات واعاده التدوير مع استاذ غريب من الاركونسيال يلي مسؤول عن البرنامج البيئي. طبعا يعني ما منبعد كثير اذا بنحكي عن الشط اللبناني بالموضوع البيئي. اليوم حضرتكم نشاطكم وحركتكم بهيدا النهار بالذات وبالايام المقبله على اي موضوع تحديدا؟
بقول لك اليوم الموضوع ما في موضوع واحد، لانه الله يخلينا الحكومه والسلطه اللي تكرست بالانتخابات مش مخلتنا محل نقدر نرتاح فيه. يعني بصراحه موضوع الزباله، موضوع النفايات، وموضوع الشاطئ ما بيفترقوا. يعني في عنا مكبات غب الطلب تتوسع على البحر من دون اي معالجه للنفايات، وخدمه لمشاريع عقاريه مشبوهه فينا نقول باقل تقدير. ومن ناحية تانية الأسبوع الماضي أتحفونا بجائزتين جديد. طبعا هذه السلطة والكتل السياسية، المجموعات السياسية اللي تغنت قبل الانتخابات أنه بدها تحارب الفساد وبدها تتغير شكل البلد وبدها تحط النزاهة وبدها تبني دولة وبدها تبني قضاء، أقرت لمشروعين استخدام آلاف وآلاف الأمتار من الأملاك العامة البحرية خلافا لقرار المجلس الأعلى. طيب شو بأكد هيدا الكلام حضرتك عم تحكي؟ يعني هو مسنود على مشاريع يعني ستقام أو رح تاخد تراخيص أو كيف؟ لا لك، هيدا المرسومين اللي طلعوا أسبوع الماضي، وفي واحد منهم وفي مرسوم آخر سيعدل في جلسة اليوم مجلس وزراء، هيدول لمشاريع مقدمة إلى مجلس الوزراء لأخذ مراسيم مرقت مثل ما لازم الأصول، مثل ما بتقتضي الأصول أنه تمرق على المجلس الأعلى للتنظيم المدني لإبداء الرأي، والمجلس الأعلى للتنظيم المدني ارتأى أن هذه المشاريع تشكل ضررا فادحا وتؤدي إلى تدمير ما تبقى، يعني أجزاء مما تبقى من الشاطئ اللبناني نحن بحاجة إليها للعديد من الأهداف، اللي منها الولوج الإنساني الحر، منها للثروة السمكية، منها للمواقع الطبيعية، منها للأثارات مثل ما في بأنفه. وهذا المجلس الوزراء حط توصية المجلس الأعلى للتنظيم المدني اللي هو فيه مجموعة خبراء تقدر خبراتهم بعشرات السنين، ما لا يملكه مجموع الوزراء، وخلينا نكون واضحين بهالشيء. هذا رفض المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بيروحوا هني بشحطة قلم بيشيلوا جزئين مهمين من الشاطئ اللبناني ما تبقى منه أساسا خالي من التعديات ومن الاغتصابات اللي عملوها ناس خلال الحرب. نعم، نشاطكم اليوم وين رح بيكون؟ اعتراضكم وين رح بيكون؟ كيف رح يتجسد على الأرض؟ لألك اليوم في تحركات حتصير تباعا وبشكل تصاعدي أمام السلطات المختصة. يعني إذا عم نحكي قدام مجلس وزراء، عم نفرق قصر جمهوري، هذا الشيء رح يتصاعد. هذه بالناحية. وفي الناحية القانونية، نحن قلنا سابقا سنطعن بأي مرسوم، نحن لدينا صفة للطعن بأي مرسوم نعتقد ونؤكد أنه مخالف للقانون. اليوم حتى القوانين المرعية الإجراء المتعلقة بالسماح لمجلس وزراء بإعطاء استثمارات على الشاطئ اللبناني تكون لمصلحة عامة. نحن ما عم نشوف ولا بنشوف ولا ممكن نقبل أنه هذه المشاريع الخاصة اللي هي تمرير لمحاصصات سياسية ومحاصصات زبائنية بين مجموعة قاعدة بالسلطة اليوم لحتى تخالف فيها القوانين. وين المصلحة العامة بإنشاء مجتمع منتجع بسوق مكايل؟ وين المصلحة العامة بإنشاء منتجع وتدمير الشاطئ بالدمور؟ وين المصلحة العامة بتمرير المخالفات اللي على طول الشاطئ اللبناني وضعت خلال الحرب ولم يتم إزالتها؟ بدي أذكر شغلي أنه من سنة ونص تقريبا أصدر مجلس النواب، عفوا السنة الماضية مش من سنة ونص، أصدر مجلس الوزراء أقر الموازنة اللي فيها مادة تتحدث عن معالجة التعديات على الأملاك البحرية. نحن نقول هذه ما بدها معالجة، بدها إزالة. هني قالوا بدنا نعالجها، وطلبوا من كل من هو شاغل للأملاك البحرية أن يتقدم بطلباته وبأوراقه الرسمية خلال مهلة 60 يوم. لم يتقدم أحد من هؤلاء بطلباته إلى السلطات المختصة. نعم. يعني السلطة المختصة حتى القوانين اللي هي بتقرها ما بتحترمها خدمة للتعدي على الأملاك. نعم. العامة. نحن رح ننتظر اليوم لحتى نشوف شو رح يصير بمجلس الوزراء، وبركي بكون في لنا لقاء معك، بتشرفنا على استوديو إن شاء الله. أنا بقول لك شغلة، إنه هيدي السلطة نحن ما يعني نحن مش منتظرين منها شيء اليوم، لأنه إحنا يعني مثل بيقولوا خابزينها وعاجنينها. هذا الموضوع صار محسوم بالنسبة لنا، بدنا نشوف بالنسبة للمستقبل. يعني الملاقات في القضاء، ومتأمل نحن نضوي على كل مشروع بمشروعه مع وثائقه مع خرائطه، ونظهر التعدي والضرر على الأملاك العامة البحرية وعلى البيئة. صح. شكرا لك دكتور درويش، أهلا وسهلا فيك. برجع بذكر حضرتك رئيس جمعية الخط الأخضر وأيضا عضو في حركة مواطنون ومواطنات في دولة. شكرا لك. فإذا اليوم معضل جديد كمان بيئي
الخارجيه هي اللي هي الشط العام، وللاسف يعني طيب مش هيبقى في مكان للناس. رح نتابع هذا الموضوع حتى نشوف شو رح بيصير بالايام المقبله. حتى ننهي معك اليوم، الابلكيشن صارت حاضره معنا الا في تنزيل بفوتو على الاي او اس وعلى الاندرويد. ليفل اوف ريسايكل بينزلوا التطبيق بيعبوا المعلومات الخاصه فيهم الناس من ضمن اطار بيروت بالوقت الحاضر. نعم. بيحددوا هن الاوقات يلي الشباب على الموبيليتات الكهربائيه معقوله يقطعوا ويلموا من عندهم. نعم. هيدا كله تشجيعا للناس انه تما يستثمروا بهذا الموضوع لنعزز اكثر الممارسات السليمه وثقافه النفايات يلي هي بقسم منها منا زباله مثل ما العالم عم تتخيل، بس هي بتشغل اقتصاد بتشغل ناس، وتنطمن الناس كمان انه هول زباله مصيرها مش الانهر ولا البحر ولا الغابات، عم تخلص هيدي النفايات بمراكز خاصة لأركانسيال وين عم بيتم الفرز السنوي، وين في أشخاص من ذوي احتياجات خاصة عم بيقدروا يلاقوا شغل من وراء هيدا الموضوع. نعم، نحن طبعا بدنا نتشكرك، نتمنى لك كل التوفيق لك ولكل فرق العمل. برجع بسكر حضرتك استاذ غريب مدير برنامج البيئة بأركانسيال، يعطيكم ألف عافية. مشاهدينا فاصل ومتابع بقية الفقرات مع بقية الزملاء.